فبعض الأسئلة صح؟ إنها مساحة دايرة دي في مستوى، هل الكورة دي كورة تقدر تحطها في مستوى؟ تقدر تحط الكورة في مستوى؟ لا ده تلات أبعاد، ده فاضيين هدخلها فين؟ إلا لو قلت لي مسقط الكورة أنا مش عايزة كده، عايزة الكورة كلها على بعض. يبقى الدرس اللي هناخده آخر تكامل معانا النهاردة إن شاء الله هو عبارة عن السيرفس انتجرالز. السيرفس انتجرالز هو من المظاهر الكتاب يعني مظاهر رمز اس كابيتال اس، هو عباره عن دبل انتجرال اوفر اس، يا اما اللي جوه الانتجريشن ايكوالز 1 يا اما اللي جوه الانتجريشن هو اف اكس وواي وزد. مين الاف اوف اكس واي وزد؟ اني فانكشن اكس وواي وزد. بس اوفر سيرفس، مين السيرفس ده؟ ده اللي انا بديلك في المساله، بقول لك على سطح معين. اللي جوه دي الداله اللي جوه دي مالهاش علاقه بالسطح. زي ما انا كنت بقول لك كامل داله على اريا. الداله اللي جوه دي مالهاش علاقه بالاريا اللي انت بترسمها. صح؟ كنت ممكن اقول لك كامل بقى الانتجريشن مش اس ماينس اكس سكوير زائد واي سكوير مثلا على اي شكل، على كارتيوز. على اي نظره عندي. الداله حاجه ومنطقه التكامل حاجه ثانيه. اوفر ايه حاجه ثانيه؟ الحجم كنت بقول لك كامل تكامل تريبل اي فانكشن على فوليوم كان لازم احدد لك مين؟ الفوليوم ده شكله ايه؟ لان ده اللي انت بتحكم بيه حدود التكامل مش الداله اللي جوه. خلاص؟ يبقى ابعد تفكيرك خالص عن ان الداله اللي جوه دي تمثل حاجه بالنسبه للمنطقه بتاعتي. انا باخدها بكملها على الشكل ده اللي عندي. طيب في بالنسبه للسيرفس بقى بتكام دبل انتجرال اوفر اس، تمام؟ الاس دي يا اللي جوه ب 1 يبقى يديني مساحه السطح. في فرق قلنا بين مساحه سطح ومساحه شكل المستوى اللي هي الاريا. تحت لو كان في فانكشن جوه مش 1 يبقى انا بكامل فانكشن اسمها اف اوف اكس واي زد اوفر اس على السطح ده. باقي دلوقتي اعرف ازاي احسب التكامل. انا ما عنديش غير طريقتين. خلاص اسال الناس عندك طريقتين اتنين، يا اما تحط لي التكامل افترض اللي جوه دي اي حاجه مش فارقه. اللي جوه دي يا اما اف يا اما واي عشان كده هطلع في مستطيل. يبقى هي ما بتعنيش عندي حاجه. خلاص الاف دي يبقى الدبل انتجرال بتاعي وذ ريسبكت تو اس دي التكامل الدبل على اس اللي هو دي اس، يا اما هحوله لدبل انتجرال. ما هو دبل انت بتحولها دبل لدبل عملنا ايه؟ عملنا ان الدي اس دي هتتحول لدبل دي اي. ايه الفرق بين الاثنين؟ ده شكل في الفراغ مش هعرف احسبه. انما الدي اي ده الدبل انتجرال اللي انا هعرف احسبه اللي هو تاني درس خدناه على طول بعد الدومين والرينج اللي هو في ايه؟ في مستوى، تمام؟ يبقى انت لو اديتك مساله فيها دي اريا تعرف تحلها ولا لا؟ تعرف اذا الهدف يعني في الدرس ده الهدف من التحليل من دي اس سواء دي اريا حولتهم الى دي اريا ان انا اعرف احل. طيب الدي اس اللي عامل كده الصرح ده يتحول لدي اريا كده من غير اي تعويض للفخذ اللي انا لقيته ده؟ لا فيه. ايه التعويض بتاعه؟ يبقى جذر تربيعي لواحد 1 بلس زد اكس سكوير زائد زد واي سكوير. مين الزد؟ مين هي؟ هي معادله السطح. يبقى اكيد في سطح عندك انا مديهولك اسمه زد ايكوال 5 اكس واي. ايه فانكشن في اكس واي؟ فانت بتعمل ايه؟ تقوم جاي للزد بتاعت السطح دي مفضلها وذ ريسبكت تو اكس وتربع وتفاضل بالنسبه للواي وتربع وتجمع دي مع دي مع 1 وتحطهم تحت الجذر. خلاص وانت مطمن كده بقى تقوم عامل الدبل انتجرال ده تحتيه ايه بدل ما تحتيه اس وتحط دي ايه بدل ما هي اس وتحل. خلاص طيب او بس ده مش مزاجي او انك تحول الدبل انتجرال اوفر سيرفيس الى لاين انتجرال. طيب احنا هننزل على تكامل ثنائي على اريا يا اما تكامل على كيرف اللي هو على اوفر سي.
طب ايه بقيته؟ فين باقي التكامل السنائي على سطح؟ هاخد جزء كده جوه اسمه زد 2 ناقص زد 1 في الفانكشن دي مثلا. يبقى كاني هكامل الداله في الاول وذ ريسبكت تو مين؟ يعني انا الاول هكامل الدي زد بالزد 1 وزد 2، اسم عندي شكل كده اسمه 1. يبقى انا اول حاجه اخلص ايه؟ ارتفاعها من هنا لهنا. خلاص؟ يبقى انا كملت الاول وذ ريسبكت تو زد. قبل ما نخلص هكامل على مين؟ كيرف. مين هو الكيرف ده؟ برضه هو مسقط الشكل التاني ولكن واخد الشكل مين؟ ده بس. مفيش حاجه جواه. امال هنا؟ لا، السطح ده لما بسقطه بيديني الشكل ده. ايه الفرق بين ده وده؟ صح، ده في فراغ جوه، مفيش حاجه. فده ما ينفعش تقول لي احسب له مساحته. ده انا احسب له ايه؟ طوله اللي هو بنسميه المحيط. صح؟ تخيل انت مساحه سطح الاسطوانه كام مثلا؟ اسطوانه عشان اسال شكل ايه؟ المساحه السطحيه للاسطوانه كانت بتساوي ايه؟ محيط قاعدة الارتفاع، صح؟ ده اللي انا عملته، اني حولت السطح ده مساحة سطحية إلى ارتفاع، فكان لازم أجيب محيط قاعدة كمان. اللي هو تكامل على كيرف. يبقى محيط قاعدة في الارتفاع اللي أنا خلصته في الأول. تمام؟ طب ما بالنسبة للشكل ده، لا ده الشكل ده فيه جواها ده عندي مصر، صح؟ أو يعني موجود فيه هنا البليد ده موجود. يبقى ده يتحسب له إيه لو عايزة؟ ايه؟ عشان كده لما تيجي تمثل تمثيل في ده بارامتري ده، اقول لك خد مثلا اكس بي الدايره، مين التمثيل البارامتري بتاعها؟ قلنا لك مره فاتت، قول ايه اللي قدامه؟ ايه كوزاين تي؟ ايه كوزاين تي والواي؟ ايه ساين تي؟ طب امال هنا لما بمثلها بتمثيل اخر كان مين اسهل تمثيل للقرص الدائري ده؟ الار. يبقى هنا اكس بتساوي ايه؟ ار كوزين تي. والواي ليه؟ لان في انا ما عنديش غير النقط دي اللي على الحدود اللي دايما الريدس بتاع الدايره بتاعتي ايه؟ صح؟ ومين اللي بيتغير مع النقطه؟ التي او الثيتا. في ناس بتقول عليها ايه كوزين ثيتا وايه ساين ثيتا؟ انا ما عنديش مشكله في التمثيل اللي انت هتكتبه اسمه ايه، بس تبقى فاهم ان في اللي فاضي ده بيبقى ايه؟ في اللي مليان ده ليه بيبقى ار؟ عشان انا عندي حاجه اسمها ار متغيره معايا وهكملها من هنا. الريدز ده موجود متغير. ايه اللي انتوا مختلفين فيها يا جماعه؟ واضح معايا يا جماعه؟ طيب يبقى هنزل بالدبل انتجرال الاس الى دبل انتجرال على ايه؟ الكلام ده امتى؟ لو اعرف احسب الزد اكس والزد واي. طب انا امتى اعرف احسب الزد اكس والزد واي؟ لما يكون في زد في المساله كفانكشن في اكس واي. صح؟ اهي. امتى اعرف احوله للاين انتجرال ده؟ بالشكل ده. لو اعرف احسب الارتفاع بتاع الحاجه دي وبعدين احوله الى كيرف. طيب هو في حاجه ما تعرفش تحسب الزد بتاعتها بتساوي كام؟ ان ترمز اوف اكس واي؟ احنا اول ما درسنا السطوح قسمناهم لجزئين كبار قوي. واحد فيهم سميناه السلندريكال سيرفيسز. مين السلندريكال؟ مين السطوح الاسطوانيه اللي كان فيها متغير مش موجود؟ صح؟ السلندريكال سيرفيس لو قلت لك اكس سكوير زائد واي سكوير بايه سكوير؟ ايه ده؟ حد شو لي دايره؟ انا بقول ده سطح. سطح ايه بقى؟ سلندر. اسطوانه. اما فين ست؟ اصله شغال بيتكلم انا هي ما انا هي، فلازم متغير بيغيب. صح؟ طب انت بتعرف الاسطوانه دي انا بقول لك احسب لي مساحه سطح. هل الاسطوانه ما لهاش مساحه سطح؟ لا ليها برضه. محيط قاعده 2 باي ار اتش. صح؟ في الاسطوانه اللي انا عملتها. طب احسب ازاي دي؟ لو انا عايز احل بالقانون اللي فوق لازم اجيب الزد بيساوي ايه ان ترمز اوف اكس واي. معرفش. اذا اللي فوق ده بستخدمه امتى؟ في الكوادراتيك سيرفيسز. امال اللي تحت ده بستخدمه امتى؟
في السلندريال سيرفيس. ليه؟ عشان ما بعرفش اجيب الزيت، مش بمزاجي. صح كده؟ تمام؟ انتوا مقتنعين باللي انا بقوله؟ صدقتوني اما قلت لكم شيلوا الدي اس وحطوها الجذر التربيعي ل 1 بلس زد اكس سكوير بلس زد واي سكوير في الدي اريا. صح؟ وده شيء جميل طبعا الثقه التبادل، بس لازم كل واحد فينا برضه يبين قصد نوايا الاخر ويقول له ليه بعمل الكلام ده. تمام؟ انا دلوقتي بقول لك ان انت عندك فراغ، في الفراغ اهو. السطح اللي في الفراغ ده ايا كان شكله بقى. السطح ده انا عايزه ده اس. عايز احسب المساحه، مساحه السطح ده. هعمل ايه؟ هقوم واخد عنصر مساحه صغير، خلي بالك مساحه بتاعي ايه؟ بتاعي الفاضي اللي جوه. حتى لو مش فاضي انا ماليش دعوه بكل حاجه جوه، انا عايزها السطح. يبقى هعمل كده. ده عنصر مساحه، يبقى عنصر المساحه اللي عندي اسمه ايه؟ اسمه دي اس. تمام؟ عايز احسب المساحه دي. انا بقول لك اسقط اسقط العنصر ده عشان تحوله لدي اريا. ده كده في مستوى. عشان تعمل ده لازم تجيب لي العلاقه ما بين الدي اس والدي اريا. تخيل ان ده الدي اس انا كبرته عشان تشوفه وحطيتهم كانهم على بعض، يعني كاني نزلت الدي اس ده تحت كده معايا لغايه ما اوصل للدي اريا، يبقى ده الدي اريا وده الدي اس. ايه علاقه الدي اس بالدي اريا؟ لان انا عايزه اشيل كل دي اس في المساله واستبدلها بدي اريا. ايه علاقه بينهم؟ كان الدي اس ده بيسقط مسقط مسقط الدي اس ده هو دي اريا، صح؟ يعني الدي اريا دي عباره عن ايه؟ مسقط الدي اس على الجليل. يعني الدي اريا بتساوي كام؟ هتساوي؟ ايوه؟ حد قال حاجه؟ اه يبقى بتساوي الدي اس في كوزاين سيتا او كوزاين جاما. بلاش سيتا نلعب بيها كده عشان بتاعت الكوره. مين الجاما دي؟ مين الجاما؟ هي الزاويه بين ايه؟ بين السيرفس ده وبين البلين ده. تمام. طيب هو احنا لما بنيجي نحسب الزوايا بين البلينز او الزوايا بين السطوح بنرميها دايما على مين؟ على العمود عليها. على مين؟ العمود عليها. على العمود عليها. اي لعب بين الزوايا احنا بنعمله بين فيكتورز عشان ده انا اعرفه. يبقى لو قلت لك الزاويه ما بين السطح والبلين ده هتقول لي بقى هي نفسها الزاويه ما بين العمودي على السطح ده والعمودي على البلين ده. طيب ده السطح ده اسمه ايه؟ اسمه زد بتساوي اني فانكشن اوف اكس واي. تمام؟ يبقى ده زد بتساوي فانكشن اوف اكس واي وده النورمال عليه ان 1 وده النورمال 2 اللي على الدي اللي تحت. تمام لغايه هنا؟ حد فاكر ازاي اجيب العمودي على سطح؟ فاضل الجزء بالايه؟ فاضل الجزء دي زد باي دي اكس ترسمه. ايوه اه اللي هو اف اس واف واي واف زد، لكن الدايركشن النورم على السيرفس خلاها في الايه ده في اخر محاضره. يبقى من هنا ال نورم بكام؟ هو اف اكس واف واي واف زد. طب هو فين الاف اصلا بتاعتي؟ الاف دايما كانت بتساوي معدل السطح لما تجيبها كلها في ناحيه وتخليها ايكوال زيرو، صح؟ يبقى مين الاف اوف اكس وواي وزد؟ وين؟ الاف اوف اكس وواي وزد بكام؟ خلي بالك دايما ان دي معادله السطح. يبقى بتساوي كام معادله السطح؟ ها؟ خلي كل معادله السطح في جنب، مش ده اللي انا عامله؟ فهتساوي زد ماينس الفاي اوف اكس واي. طب يبقى لما اقول لك عايزه من دي اف اكس هتساوي ايه؟ هتساوي ماينس فاي اكس، صح؟ ماينس فاي اكس دي اللي هي مين؟ هي ماينس الزد اكس. ما هو اي حاجه فاي هي مين؟
هي الزد الفانكشن بتاعتك بتاعت الصف زد بتساوي داله اكس واي. لو قلت لك دي اسمها ساين اكس واي يبقى معنى ان انا اقول لك تفاضل الساين مش هو تفاضل الزد يعني دي هي الداله. يبقى دي بتساوي ايه؟ يبقى ال ان 1 بتساوي ها اف اكس كام؟ اف اكس بماينس ساي اكس يبقى ماينس زد اكس. وين؟ مين الاف واي؟ مين مشتركه الداله دي وذ ريسبكت تو واي؟ الزد ما فيهاش واي. الفاي اكس واي فيها واي. يبقى مين التفاضل بتاعي كل ده؟ نيجاتيف فاي وذ ريسبكت تو واي. طب مين الفاي دي؟ هي الزد بتاعي الصفر. يبقى اكتبها ايه هنا؟ ماينس زد واي. مين الدريفيتيف بتاع الفانكشن كابيتال اف دي؟ وذ ريسبكت تو زد؟ 1. ده ال ان 1 تمام؟ انا عايز اعوض هنا عشان احط الكوزاين جامد فيها بكام؟ ويبقى انا كده قدرت جبت الدي اس دي اس الترمز دي اي هسمع عليها مش مشكله. يبقى هنا ال ان 1 اهي. طب فين ال ان 2؟ اتجاه برافو فوق الزد. انت واخد المسقط بتاع دي اس على الاو اكس واي بلين. يبقى مين الدايركشن العمودي على الاو اكس واي بلين؟ طب وبالنسبه للزد ده مين الدايركشن الدريفتيف بتاعه؟ مين ال كام 1؟ زيرو 1. ايوه زيرو زيرو 1 لان 1 في دايركشن مين؟ كي. لكن الاي في دايركشن بتاعها زيرو يبقى دي اسمها زيرو وزير و1. يبقى لو انا عندي التو دايركشنز موجودين الانجل اللي بين الاثنين دول هي الجاما هي نفسها الانجل بين الاثنين دول. اذا انا اعرف احسب الكوزاين جاما كوزاين زاويه بين اثنين فيكتورز بتساوي ايه؟ بتساوي الدوت برودكت بتاع الاثنين على جذر المعيار الاولاني في المعيار الثاني من غير علامه الفيكتور اللي تحت يبقى اصله معياره خلاص او بنحطها كده بس بنحط كده ان معيار الحاجات. مين الدوت برودكت بتوع الاثنين؟ ها واحد واحد. طب مين المعيار الاول في المعيار الثاني؟ مين المعيار الثاني؟ السكوير روت بتاع 0 0 1 1. طب ده مين معياره؟ سكوير روت بتاع مجموع مربعات الكومبوننتس بتاعته يبقى 1 بلس زد اكس سكوير بلس زد واي سكوير. مين اللي انا جبته ده؟ ده كوزاين الجامع صح؟ طيب انا دلوقتي عايز اشيل بقى الدي اس الدي اس اللي في المساله بتاعتي في الدبل انتجرال على سيرفيس واستبدلها بالدي اريا اهو قانون. يبقى بتساوي كام في الدي اريا؟ واحد اسمع كويس اسمها ايه؟ السك. يبقى بتساوي سك الجاما في الدي اريا. يبقى انا عشان استبدل الدي اس لازم اضربها في سك صح؟ احط السك في الدي اي. مين السك بتاعتي؟ مقلوبة اللي هو الجذر التربيعي الواحد زائد ده الكلام اللي احنا قلناه. يبقى من حقي اشيل الدي اس واحطه في الدي اي بس اعوضه بالجزء بتاعه اللي هو اسقطت بيه صفحه على كلين. واضحه؟ اي سؤال في الحته دي؟ طيب نشوف مثال على دي وبعدين ندخل على اللي بعده. لا لا مديهولك معدل الصف زد ايكوالز حاجه تمام؟ يبقى الطريقه اللي انا بقولها دلوقتي يا جماعه دي طريقه استبدال الدي اس للدي اريا مش هبصم الا لو انا عندي الزد بتساوي داله الاكس والواي. يعني لازم تكون الزد موجوده. لا لان احنا لما كنا بنجيب الدايركشن دريفت ساعتها او الهوم على صف كان لازم نحطه في كابيتال اف. الكابيتال اف دي هي معدل الصف كله ايكوال زيرو. فانا كنت جايبها تقول ان هي
بقول لك ايه شراب بقول لك هو ايه اللي بوظ الفرش عم مش عندي الله يبارك لك اوجد عمل ايه مساحه صفحه بوظ السم مساحه صفحه يا عيني دبل انتجرال خلاص دبل انتجرال وهي هنزله عشان دي اريا دي ما تقلقوش اس سمول او ال لا انا مساحه صفحه الكوره بوظ لنا حاجات اللي نص قطرها ايه ومركزها نقطة واحد مسلمه المهندس صار له معاه لو عايز المساحه صح حسبت ازاي اولا معادله الكوره انت لازم تديك المعادله هنا محتاج ذهب ديكوره يعني ايه معادله تمام هي زي الدايره في المستوى اكس وكذا نقطه الاصل يبقى اكس سكوير زائد واي سكوير زائد زد سكوير باي سكوير بعد ما جبت دي انا عايزه مساحه سطح ايه طن الكوره بس جزء ده مين اللي انا عايزه لو قلت لك عايزه مساحه الترابيزات كلها خلاص وبعدين انا قلت لك لا معلش عيد تاني سماحتك انا عايزه مستوى بس ينفع صح؟ لا طالما عايزه ايه؟ عايزه مساحه مش بكامل على مساحه لو انا عايزه مساحه صفحه الكوره كلها يبقى كان الفانكشن اللي هو اسمها ايه؟ 1 يعني انا لما اجي اجيب السيرفيس اريا هكتب له ايه؟ دبل انتجر على ايه؟ على اريا ولا على اس؟ ها؟ انا بجيب صف ولا بجيب ايه؟ اس كابيتال اس بتاعي ايه الفانكشن اللي جوه؟ ها؟ واحد لان انا عايز امساحه الصف يبقى دي 1 لما تكون اللي جوه دي 1 خلاص؟ وانا بحسب مساحه يبقى انا من حقي اقول لو طن المساحه اعمل ايه؟ يبقى انا عايز اكون نجم خلاص؟ ها؟ سؤال تمام بتاعي ايه بقى هنا؟ بتاع الدي اس مشكلتي بقى دي اس انزل الدي اس الى دي اي ولا اوصل الدي اس لدي سمول اس اللي هي واي يعني انزل ده على دبل انتجرال على اريا ولا انزله على لاين انتجرال؟ بما انك ما عندكش لسه لاين فانت هتقول لي على اس على اريا طب ليه تدفع على اريا؟ فيها زد اهي عشان فيها زد اهي الزد دي بكام؟ بجد انت بيعني ايه سكوير ناقص واكس سكوير ناقص واي سكوير طالما انا بشتغل في الطن الموجب صح؟ طيب ايه مشكلتي عشان احولها دي اريا؟ الكلام ده لازم يساوي واحد على 8 مين؟ على اريا والاريا دي هتبقى المسقط بتاع الجزء اللي انا عايزاه صح؟ يا اما اجيبه كله يا اما بمساحه السطح اسقط على ايه؟ على ربع بس يعني اسقط ربع كوره بس مش كل الكوره يبقى دي هتساوي ايه؟ جذر التربيعي لواحد زائد زد اكس سكوير زائد زد واي سكوير دي سيرفس اريا في فرق بين السيرفس اريا وبين اريا العادية ده دي اريا عشان ده مش صح ده مستوى صح؟ لو اديتك كورة كورة يبقى ليها مساحة السطح اللي هو كده ايه الدخيلة؟ السيرفس اريا يبقى مساحة السطح ما طلبتش الكل غير المسقط السيرفس اريا هو ايه؟ الكيرف واخد كيرف وده اللي انا اضطريت اسقطه على الاريا العادية عشان اجيب اريا عادية ما اجيبش سطح هنا يا جماعه بتطلع بتساوي ايه؟ عايز اجيب زد
زد ايكوال هود ايه سكوير ماينس فايف سكوير. طب بصوا اسهل من اعمل الشغلانه دي هكملها زي ما هفضلها زي ما هي كده. هقول ايه؟ بتفاضل الطرفين دول with respect to x يبقى 2x زائد 2 زد زد اكس بتساوي 0. يعني زد اكس بتساوي ماينس اكس على زد. هي مش زد، انا عارفه ان زد ده لف اكس واي. يعني اللي انت بتقولي هاتيها كده عايز تقولي ان الزد ده لف اكس واي صح؟ حلو. الزد دي هي فانكشن في اكس واي صح؟ انا هبقى فاضل بناء على الكلمه دي ان الواي دي اندبندنت، يعني كانها ثابت وانا بفاضل بالنسبه للاكس صح؟ يبقى دي 2 اكس 2 زد زد اكس و0 ب. طب عايزه بالنسبه للواي يبقى 2 واي و2 زد زد واي بزيرو. يبقى الزد واي بكام؟ بماينس الواي على الزد. تمام؟ يبقى مين اللي تحت الجذر؟ يبقى الواحد زائد الزد اكس سكوير هتساوي كام؟ اكس سكوير على زد سكوير، ودي هتبقى واي تربيع على زد تربيع اللي هي تساوي كام؟ واحد المقام اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير بكام؟ يبقى اي سكوير على زد سكوير. يبقى تحت الجذر اسمها ايه؟ ايه على زد. تمام؟ يبقى كده انا عايزه اكمل ايه؟ ايه على زد في الدي ان. طيب مش هنفع تقولي في سطح فارق عن البلين. ده السطح نزلته على البلين. مين بقى الشكل في المستوى اللي انا هكمل عليه هنا؟ هو مين؟ قال لي يا باشا ايه؟ اللي هو الوسط بتاعي اللي هو ربع الدائره اللي انا بتكلم عليه في الدور الموجب اللي هو هيديني في الربع الاول صح؟ طب ربع دايره ليه مش انا ضارب في التمن بره؟ اه انا قلت لك ما ضربتش بس. هنقول حاجه من ايه؟ لما انت تمن الدايره كامل على اربعه بس. مش انا قلته؟ انا قلته. طب ثانيه واحده، لو ضربت في التمنه كامل على الدايره؟ كامله؟ اتكامل على الدايره كلها وعايز الكره السطح كله؟ ثانيه واحده. عايز سطح كوره تقسمه على 8. بس يبقى انا كامل على الدايره كلها واضرب في التمنه عادي. او ما اضربش في التمنه وكامل على ربع الدايره. بالظبط. يعني هو لو كامل على سطح ساعتها بقى غصب عني لكن هاخد ربع بس. ما ينفعش تماسك الكلام ده. انا لو كانت يا جماعه الداله اللي جوه 1 تحسب المساحه دي اضرب التوازن اللي انت عايزه. لو كان في فانكشن في اكس وواي وزد هعمل ايه؟ لا انا عايز خالص اسقط اللي انت بتعمله ده مسقطه واشتغل عليه على كتاب الداله لان جوه غير كل حاجه. تمام. اكمل تاني يا جماعه ازاي؟ ها زميلنا قال انا هفقط عشان اكمل في مستوى. اتعامل معاها ازاي دي اريا دي؟ ومين الزد دي؟ بولر. اسهل حاجه تلاقي يبقى بولر ليه؟ انا في مساحه. في مساحه صح؟ يبقى اتعامل معاها اقوى تيبه. لو كنت باخدها لاين كنت هاخدها اسمها بارامترك. قلنا فرق كبير قوي بين بارامترك وبين بولر. يبقى ناقص نص في الايه؟ في اتنين الجذر
وممكن اضرب في بايه اتنين كمان. ليه بضرب في بايه اتنين على طول؟ مفيش حاجه ليها علاقه بالسيتا جوه صح. وبعدين التكامل بتاعي بتاع ده من زيرو ل خليك تقدم ليه بقى السرعه دي مسحت الكره هو ده وانجز دي مسحت الكره باي سكوير ده الضمن بس هي 4 باي سكوير ثمنها يبقى اسمع تمام صح مساحه الدايره باي سكوير عشان ما تلخبطوش مساحه الدايره انا مش عايزه دايره عايزه كوره اللي 4 باي ايه 8 بس مع التمانية تبقى باي سكوير يا حب. اي سؤال في زيادة؟ تاني؟ ولا مش انا عايز الضمن الكورة؟ صح؟ هاخد الضمن بس اللي هو من هنا كده كده؟ كده لو اسقطت الضمن ده هيديني ايه تحت؟ ربع دايرة صح؟ اللي هو في الربع الاولاني ده فانا في حدودي حطيت الربع ولا اشتغلت من زيرو لاثنين باي كلها؟ ربع. انا هنا عملت الحدود من زيرو لباي على اثنين بس يعني خدت فيها اعتباري ان انا بشتغل مع الضمن الكوره ولا خدتها من زيرو لاثنين باي؟ ايه؟ ما طب انا كاتبه. انا كاتبه ايه؟ الحدود ايه؟ من زيرو لباي على اثنين بس. يبقى انا كاني بجيب حد من المساحه بتاعت ايه؟ ربع كوره ولا الكوره كامله؟ هي الكورة الكورة مسقطها كده؟ أما ده مسقط مين؟ ده مسقط مين؟ لضمن الكورة بس صح؟ باشمهندس أنت فاهم؟ ضمن الكورة مسقطه إيه؟ طب لو أنا كنت هشتغل على الكورة كلها مسقطه إيه؟ دايرة كاملة الكورة كلها كورة توصلها من فوق هتديني دايرة الدايرة دي حدود السيتا بتكمل هنا. زيرو للدماغ خلاص انا بحب الضمن اللي انا كنت ضاربه فيه على اساس اني خدته اربعه بس. تمام؟ انا قلت لكم هنا طريقتين يعني اما تاخد الضمن عشان انت واخد مار من التناسب يعني او انك تتعامل معاه من غير الضمن ده بس تتعامل مع ربع كوره بس. الدي اس دي عشان تتحول من دي اريا لازم تضرب في ده زي ما الدي اريا دي عشان تتحولها لي لدي ار دي سيتا لازم تضرب في الحته دي تمام مش كده؟ طيب ازاي بقى اجيب الاكس والزد واي؟ ما هي دي هي دي جت منين؟ جيت انا عملت المساله عايز اجيب الزد اكس من هنا تعرف تفضل الزد ده زد اكس ازاي؟ يعني فضلتها زي ما هي خلاص فضلتها بقيمه وبعدين جبت زد واو وربعتها وجمعت دي ودي ودي طلعوا كام؟ ايوه كده مش عارف ايه سكوير على اساس فبعد ما اديلها كذا خدها في قلبك اهو ده القانون اللي بنقاسها طول الحياه انا لسه هشوفها وما يطلع طيب انا خدت السطح ده واسقطته اعمل ايه؟ خلاص؟ فاداني الدي اس بتساوي ست جاما دي اريا والست جاما دي بقى هي كانت مقلوبه كوزاين اللي هي دي تمام؟ يعني قعدت اسقط كل ده عشان ما تداريش سؤال ما هي مش هتفرق من ساحه تديك النص بس تمام حتى كمان تمام عشان تديك تمن كان في حد راح يقول لك يا ايوه هو احنا كده غيرنا راس السؤال وخليناها عايزين تمن المساحه بس بصوا يا جماعه شيلوا التمن ده عشان ما يلخبطوش خالص لا دكتور دكتور خلاص استنى فاهمة يا لو انا عايز اجيب فاهمة قصدك
فاهم قصدك لحقها يا عم سيبها مساحه صفحه الجزء ده عشان ما اعملش لخبطه ها مش انت هتجاوب معايا اجيب الزيت ده هسقطه هسقطه زي بالطريقه دي هسقطه اطلع ربع دايره ربع دايره ده مين ده ده تمن كوره تمن كوره يعني هو عايزه ولا مش عايزه انا عايز مساحه الكوره كلها هو عايز مساحه الكوره ولا كلها هو عايزها كلها هو عايز كلها عليه كداه عليه كداه هو متلخبط عشان كده لا لا طب شفت قلت لك هي كداه ما صدقتنيش لازم تحرج نفسك انا دي اللي لخبطتها يعني هي اسف طب لو عايز كام ساعه صوره الكوره كلها لو في 8 انا وانا مش هوصلها اعمل ايه هاخد الربع ده واضربه حلو بقى تقدر في 8 عشان ما غلطه بقى انا حكيت في كتاب التوب للكوره صح الجزء الثاني اللي قدام انا لدي ايه؟ احول للتكامل بدل ما على الضغط الانتجرال العادية احوله لايه؟ للاين انتجرال يعني على لاين على كيرف او انا كنت بحب اسمي على كيرف ده دي ال بس احنا بنقول دي اس وكتاب عاملها دي اس فرق ما بين دي اس دي ودي اس دي في حاجة مش عارف جايبها هو جايب لك دي اس سمول سمول دي اس دي معناها اوفر كيرف اللي احنا كنا خدناها المره اللي فاتت اخر مره تمام يبقى هنا المره دي هحول الكابيتال اس سيرفيس الى تكامل على ايه سمول على ايه لاين اللي هي سمول اس مثال اللي عندك احسن لا 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 ليه سايق لوترين لوترين مش هموت فيها لما طلعت الفيديو عباره عن صوتك اكتب الفيديو عباره عن صوتك انا مفتوح احسب صفحه الجانبي للاسطوانه اكس سكوير زائد واي سكوير بتساوي اي سكوير اربعه بين المستويين
ايه 4 فيه؟ الارتفاع. ايه قانون مساحه الصف ده الارتفاع؟ هو محيط القاعده في الارتفاع صح؟ يبقى معنى كده ان محيط القاعده في الارتفاع هو عباره عن الاربعه اللي فوق دي الزد ناقص الزد، الزد اللي فوق ناقص الزد اللي تحت ده الارتفاع صح؟ في مين؟ في محيط القاعده. تمام. طب دلوقتي انا عايز احسب بقى المساحه السطحيه دي بس المستوى ده تخلف الموضوع كده، هل هيديني نفس الكلام؟ اكيد لا طبعا. طب احل مشكلتي ازاي؟ بنفس الطريقه، بدل ما هقول لك ان الارتفاع ثابت، لا الارتفاع بيعتمد على مين؟ على اكس واي، ده المستوى صح؟ يبقى الارتفاع بتاعي اللي هو زد بتاعي المستوى ده، ده اللي في اكس واي، يعني انت لو وقفت عند النقطه دي هيطلع لي ارتفاع للصور، هنا ارتفاع تاني اعلى، هنا ارتفاع هنا اقل هنا اعلى هنا صح؟ يبقى عشان احول المساله من تكامل في الدي اس الى لاين انتجرال لازم اضرب في الارتفاع. الارتفاع المره دي هيساوي ايه؟ في المساله دي؟ اللي هو عندك الاكس ولا اس ايه بقى؟ ايوه الزد بتاع المستوى ناقص الزد بتاع مين؟ المستوى زيرو. مش انت واقف في الاسطوانه دي واقفالك فوق المستوى مايل؟ مش دي يا جماعه الاسطوانه؟ مش دي الاسطوانه؟ مش مهندسه؟ دي الاسطوانه. وانا مايل كده صح؟ صح؟ الارتفاع بتاعها ايه؟ ارتفاع ده، ارتفاع ده كده مختلف على حسب انا انهي نقطة، يبقى اسمه ايه؟ اسمه زد بتاعي. فين الزد بتاع المستوى اللي فوق ده؟ اهي. يبقى معنى كده ان دي اس بتاعي او الاس اللي انا عايزاه ده تكامل بتاع مين؟ تكامل مين يا جماعة؟ تكامل من زيرو لحد الزد بتاع المستوى صح؟ في مين؟ في دي زد وبعدين دي ال او دي سمول اس. ما كنتش عايزه اكتب التكامل ده بس من زيرو الى زد المستوى اللي هي كام؟ 4 اي ماينس اكس ماينس 2 واي كل ده بتاعت زد اهو ده الارتفاع. بقي لي بقى محيط القاعده. محيط القاعده بكام؟ محيط القاعده هنزل القاعده تحت اسقاط هيطلع لي ايه؟ دايرة. فاضية ولا فيها حاجة؟ فاضية بس معادلتها ايه؟ اكس يساوي ايه كوزين؟ هي نفس معادلة الاسطوانة اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال اي سكوير تمام؟ هي دي معادلة الدايرة اللي هنا اكس سكوير زائد واي سكوير بي سكوير. ها يبقى انا عايزة اقول الاس دي هتساوي محيط قاعدة في ارتفاع الاول اخلص الارتفاع. هو مين الارتفاع؟ هو التكامل بتاع دي زد الارتفاع الرأسي يبقى دي زد من الزيرو لحد اعلى زد عندي اللي هي المستوى. لو كان الارتفاع لو كانت الاسطوانه نايمه يبقى من واي بالزيرو مثلا لحد اعلى واي حسب اللي عندي. في الاخر اسقط النظر اللي عندي على الاو اكس بلين خلاص. برضه نفس الكلام هيحصل هنا. بقي لي اكتب بره مين؟ دي اس بس سمول اس وهنا على الاس سمول او على السي بقى يعني اللي هي بنسميها كيرف. ومين الكيرف ده؟ الدايره. بتلف من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال؟ مش فاهم مش فاهم. انا مش بدرس دلوقتي جرين، مش بدرس نظريه جرين، انا بدرس محيطها وخلاص المحيط بتاعها تمام؟ يعني شو معاك اتجاه دوران. طيب الدي زد ده تكامله يطلع بكام؟ 4 اي ناقص اكس ناقص 2 واي. ده اللي بنتحاسب الاول يا جماعه، ان احنا بنحط هنا الارتفاع زي ما قلنا التكامل الثلاثي. التكامل الثلاثي كنت بعمل فيه اول خطوه ايه؟ بكتب هنا اهو هنا اهو زد 2 ناقص زد 1. مش ده اللي كنا بنعمله عشان ننزله التكامل الثلاثي؟ مش محتاج بقى اقعد اكتب تكامل ودي زد وزد 1 وزد 2
يبقى من هنا تكامل الارتفاع هو تكامل بقى مع مين اللي دي اسمه ده عنصر الطول بتاعي تكامل ايه بقى ايوه هنا التكامل اللي على ميه انا كنت عملت لكم كده مراجعه سريعه على كل اللي انت خدتيه ده لكن التكامل على ميه اللي هو الجزء ده لازم في الاخر ينزل على التكامل ده حاجه واحده صح وحسب الشكل اللي عندي يا انا اقول لك الشكل ده معادلات كذا وكذا وكذا او انت بتجيبه كنت ازاي بتجيب الدي اس الدي اس لو كان الشكل العادي ده دايره مين القانون العام بتاع الدي اس اللي احنا خدناه انا اثبته لك على تو فاريبلز وبعدين اشتغلنا على الثلاثه كان بيساوي تي اس فاكرينه ايوه كان بيساوي تي اس بيساوي الجذر التربيعي لاكس روت تربيع زائد واي روت تربيع دي تي يبقى مساله الصفر بتختبرني التكامل على ايه وممكن كمان يعني مساله سيرفس تختلفني على اللاين انتجرال يعني ما عملتش حاجه كتيره غير ان انا اشتغلت تكاملات قديمه خلاص يبقى دي هتساوي ايه؟ الدي اس هي جذر التربيع اكس دوت تربيع زي واي دوت تربيع دي تي انا مشيت ورا سبيل كل شخص بيقول انا ممكن اخد متغيرات بدلاله برامتر واحد فانا مسكت في الكلمه دي ورحت قلت خلاص يبقى كوابيس اكس دوت وواي دوت بس انت ما تجيش تجيب الاكس ده اللي في اي بارامتر ده وشكلها ايه؟ ورا الواي هو ايه الشكل الكيرف اللي عندي؟ دايره دايره صح؟ يبقى ايه البارامتر فورم بتاعته؟ ايه كوزاين تي يبقى الاكس بتساوي ايه والواي بتساوي ايه؟ ايه كوزاين تي ايه كوزاين تي والواي اللي انا كتبتها دي تي هتساوي ايه ساين تي ايه ساين تي يبقى مين الاكس دوت؟ شافوا ايه بقى؟ اكس دوت دي ماينس اي ساين تي دي تي ومين الواي دوت؟ طب ما بتطلع اللي فوق دي تبقى ايه سكوير ساين تربيع وايه سكوير كوزاين تربيع مجموعهم كام؟ ايه سكوير صح؟ دي تي يبقى دي هتساوي ايه؟ ايه سكوير تحت الجذر؟ ايه يبقى دي بتساوي كام؟ بايه دي تي بس؟ تعالى بقى نفكر يبقى الكلام ده بيساوي حاجة في A D T الحاجة دي تي ال A D T الحاجة دي يبقى ده أكبر من غصب عني إن لازم التكامل يكون in terms of مين؟ وحدود هو ال T تمام كده؟ طيب مين بقى اللي هو التكامل ومين الحدود؟ أنا أسقط الأسطوانة اللي أنا عايز إياها دي تحت ماشي؟ إيه بقى ده؟ أشيل الإكس وأحط الحدود دي يا جماعه شبه الكورنر جدا بس انا مش عايزه اقول كورنر عشان انا مش شغاله على مساحه خلاص ولكن في الاخر لازم اكون نازل على الدايره الكامله من 0 ل 2 بول طب جواها بقى ما ينفعش تسيب لي اكس وتقولي دي تي يبقى 4 ايه ماينس كام؟ ايه كوزاين تي ايه كوزاين تي ماينس 2 حلو في ايه دي تي الكوزاين تي والساين تي ده واحد بريودك كلنا نعرفه صح؟ يبقى نصهم اللي فوق قد نصهم اللي تحت فلو خدوا التكامل على دوره كامله لازم الناتج يطلع بزيرو. تكامل الكوزاين ماينس ساين من زيرو ل 2 باي الساين اصلا بصفر وصفر. طب الكوزاين دي الساين دي تكاملها بكوزاين صح؟ اللي هي ماينس كوزاين كوزاين 1 و 1 عند كيب 1 وعند زيرو 1 ادي دوره كامله يبقى الناتج كله كام؟ أربعة إيه؟ في إيه؟ أربعة في كام؟ في دي تي في كام؟ في تي في 2 باي يبقى أربعة إيه سكوير في تي أنا ما كملتش لسه تي يبقى تي من 0 ل 2 باي من 0 ل 2 باي يبقى في 2 باي صح؟ يبقى دي 8 باي إيه سكوير يا مالها متلخبطة لا. ايه اللي احنا خدناه النهارده جديد لغايه دلوقتي؟ ها؟ القوانين دي بس مفيش حاجه في حاجه جديده لكن حاجه واحده جديده اللي خدناها ان لو طلبت منك سيرفيس اريا او تكامل دل على سيرفيس ان انا حاجه من اتنين يا الداله اللي عندي اسمها زد بتساوي فانكشن اكس واي
يبقى في الحاله دي اعمل ايه؟ اجيب جذر واحد زي زد اكس سكوير زد واي سكوير وبعدين اضرب في الفانكشن دي او في ال1 واكمل دي اي ده كامل عادي اللي خلاها دبل انتجر او ما تكونش الداله دي متعرفه زد ايكوال فانكشن اللي هي سكندريكال سيبسس تكون متلائمه كتير بس في الحاله دي هجيبها بدلاله دي سمول اس اللي هي على كده او اللي هي لاين انتجرال صح؟ ولازم ينزل كله بدلاله بارامتر واحد بس متلائم واحد سواء هو اكس سواء هو واي سواء هو تي يبقى اسهل لك في الشكل العام. اي سؤال في التكامل على صح؟ يبقى خدنا يا جماعه سيك الانتجرال اللي على الترفر بتاع الجاز زمان قوي وبعدين خدنا الدبل انتجرال على اريا وخدنا التربل انتجرال على فوليوم وخدنا اللاين انتجرال لو على كيرف وبعدين خدنا السيرفس انتجرال على سيرفس وعرفنا كل واحد فيهم انه في الاخر هينزل على ايه؟ على السنجل بار. لازم يتكامل على سيرفس على سيرفس على انتجرال. ال اسمه ده ال اي دي تي جت ازاي؟ ال اي دي تي انا عايز احول الدي اس دي لمتغير اللي هو البارامتر بتاعي فالدي اس دي اخدت منها المره اللي فاتت ان لو عندي اي كيرف ده بوصل الطول بتاعه دي اس قلنا ان الدي اس الدي اس دي هتساوي دي اس سكوير ده اثبات المره اللي فاتت بقى صح؟ ده اثبات المره اللي فاتت بعدين قلت ايه؟ يبقى لو انا قسمت كله باي دي تي اعتبرت ان هي فاضل نسبه للتي يبقى دي اس باي دي تي سكوير وهكذا فطلعنا منها ان دي اس هتساوي جذر التربيع دي اس باي دي تي اسمها اكس دوت ودي اسمها واي دوت دي تي جت من الطرف ده للطرف الثاني حلو اكس بتاعتك بكام انتر اوف تي عشان تفضلها اهي يبقى ماينس اي ساين تي ربعها وايه كوساين تي ربعها واجمع هيطلع كوساين سكوير زي كوساين سكوير ب 1 عشان الاي سكوير طلع اكبر تمام يبقى اي دي تي محل المشتري كله صح؟ على حسب محل المشتري ولا ايه دي اس اللي فيها قانون دي دي اس اللي فيها قانون فين بقى دي اس اللي فيها قانون تاني؟ صح دي اس دي كان ليها قانون تاني صح؟ الدي اس يا جماعه دي الدي اس يا جماعه دي كابيتال دي اس يعني سيرفس اريا صح؟ سيرفس اريا السيرفس اريا دي يا بجيبها بدلاله الدي اي فده القانون اللي احنا فهمناه حلو يا تجيب الدي اس دي ان ترمز اوف سمول دي اس الدي اس سمول دي بقى دي اس سمول سميها دي ال معناها ايه؟ معناها الكيرف بتاعي طوله قد ايه؟ الدي اس ده انا حضرت المره اللي فاتت التكامل على الكيرف وقعدنا نحسب المسارات مسار ايه سي 1 وسي 2 والشغلانه دي كل ده كنا بنسميه سمول اس العنصر بتاعه طولي اسمه دي اس اول مثال حليناه وتاني كمان بتاع الورد ده كل الامثله دي اتعاملنا معاها صوره بارامتريك ان الاكس كلها لازم تي خلاص يعني خدناها دي من المره اللي فاتت مش كله لازم يبقى اكس واي فعشان اجيب سمول دي اس بقى دي اس سمول انسى بقى الفكره بتاع خلاص دي انا حولتها بدلاله دي اس سمول ماشي الدي اس دي بقت الدرس اللي فات خلاص المره اللي فاتت اجيب ازاي الدي اس سمول دي اللي هتجيب لي طول الكيرف ده يبقى مرة مرة بتنزلها على المساحة بتاعة المسقط. السيرفس اريا، السيرفس اريا مش السيرفس اريا. مرة بتنزل على الاريا بتاعة المسقط، ومرة بتنزل على الطول بتاع المسقط. هما دول التقييم اللي انا بشتغل لو نزل على الاريا بتاعة المسقط التكامل على الاريا بتاع المسقط يبقى انا بشتغل في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت. اللي هي الدبل انتجرال. لو انا بشتغل على الطول او التكامل على الكيرف مش عايز اقول لك مش فاضي ده اللي بكره خلاص يبقى انا بتكامل على كيرف يبقى دي المحاضره اللي فاتت بعد تمام انت بس بتكامل على الكيرف ده بتكامل على الكيرف هتكامل في دي اس محيط قاعده صح بس محيط القاعده هنا مش ثابت ليه مش ثابت ليه ما بقولش ان محيط القاعده 2 باي ايه وخلص
لو كانت الداله اللي جوه دي 1 لو دي 1 امتى تبقى دي 1 لو الاسطوانه بتاعتك كانت منتظمه كنت بتاخد الحيز بتاع سالب كنت بتخرج الاتش بره وكانت دفعت دي 2 اي اللي هي على المحيط العادي المحيط العادي بتاعها صح المحيط القاري تمام المحيط ده مش عادي بالنسبه لي بقى تكامل على المحيط ده مش المحيط نفسه عشان الداله اللي دخلت للارتفاع خلاص وده هيتغير بناء على ايه بناء على ما انا كنت قلت في المساله انت مين فوق مين اللي فوق الشكل ايه اللي عندك الزرد شكلها ايه بتاعتك ماشي افرض انا قلت لك مين شكلين لسه بتعرف تاني بكريك عندنا ديزاين احنا خدنا التكاملات وخلصنا كل الانواع اللي انت المفروض تدرسها خلاص بقى لنا جزء ما اتكلمناش عنه خاص بالتفاضل الخيبه ايه هو بقى خاص بالتفاضل وجزء سهل قوي الخيبه لك ساعه ولا ولا النهارده ايه النهارده اخر حاجه ولا لا في محاضرات مش هحضر فاضل محاضره طب ما ليه لك ايه بقى عايز تجيب الاس دي اسمه الحلو قوي هو كده الاس مش حاجه ايه الاس بتاع ايه يعني ايه اس يعني ايه اس لا يعني ايه اس اصلا يعني عنصر طولي فوق العدد اديني اي حاجه عنه ما انت لازم يكون عندك معاك خلاص اوكي مش لما عندك واي بتساوي من اكس اهو خط عندنا ما بنتفهمش يبقى في الحاله دي بنحول ان الواي بتساوي من اكس اجازه التربيع واحد زائد واي ده اشتغل يعني اكس انا بحوله كله متغير واحد تمام خدنا الاسهم كمان لما قلت لك في مربع تقريبا واشتغلنا في الكيرف الاولاني ده في السي 1 كانت الدي اكس كده بتتغير ودي واي زيرو يعني انا قصدي ان في الدي اس في الاخر واشتغل عليه ده مش بتضرب الوضع تطلع في الدي اس حسب اللي قلت فيه في مساله اخذنا يا جماعه يعني الدرس الموضوع اللي بعديه حاجه اسمها اللوكال ماكسيمم مينيمم اوف فانكشنز اوف سيفرال فاليوز خلاص هناخدها على تو فاليوز احنا اتفقنا ان احنا الكورس بتاع اولى كله هو نفس كورس اعدادي بس بزود عدد المتغيرات اللي هي الدوافع اكتر متغيره. اخدت انت في اعدادي ازاي تحسب القيمه العظمى والصغرى الداله صح؟ ده كان تطبيق على من على التكاملات ولا التفاضلات؟ كان على التفاضل. اخدت تطبيقات التكامل مساحات وهجوم وابطال المنحنيات واحنا كمان خدنا التكاملات وخدنا تطبيقات مساحات وهجوم ومساحه لسطح وكل حاجه. بقيت المينيمم دول اللي هما الاكستريم فاليوز الاكستريم فاليوز اللي هي اقصى حاجه في الداله لو انا خدت فانكشن اوف تو فاليوز واي الواي بتساوي لو في واي فاليوز اللي هي واي بتساوي اف اكس بتجيب ازاي القيم العظمى الصغيره واي داش يكون زيرو اه ليه؟ اه معناها ان انت عند النقطه دي الواي ثابت الواي ايكوال كونستنت في الحته دي ات البوينت دي وبالتالي بتقول لي بيبقى التفاضل بتاعها ايكوال زيرو واي داش زيرو خلاص وده اللي مخلي السلوب بتاعي افقي تمام وبرضه كمان بتجيب عند النقط اللي ليس لها الاف داش نقطه فاينل تمام؟ ماشي. تعالى نشتغل على كنت بتعمل ايه في الحته دي؟ مين دول؟ النقط اللي بيحصل واحد كنت بتحسب حاجه اسمها ايه؟ الستيشنري بوينتس. كنت بتجيب حاجه اسمها الستيشنري بوينتس اللي هي فيها الاف داش زيرو دي. اللي هي كريتيكال بوينتس. اوكي؟ ستيشنري يعني ستيشنري حاجه بتثبت كده لحظه هي الكريتيكال
فاليوز دي هتطلع من جوه مش حاجه غيرها. يبقى انا كاني الاول كده بجمع كل الكور اللي ممكن اطلع منها وبعدين بختار الكور اللي انا عايزاها. كنت ازاي بقى بتجيب اذا كانت النقط دي اللي جوه دي بتمثل لك مرات كويس اذا كانت ماكسيمم ولا مينيمم ولا ايه؟ انا طلبت منه ولا انفليكشن صح؟ ايه كل النقط دي بجيبها مين؟ حاجه مين؟ يا كنت بتعمل الفيرست ريفيو تيست اختبار المشتقة الاولى ده يتغير وده ما يتغيرش ده يزيد ولا يتوسط ولا نيجاتيف او بالسكند ريفيو تيست. ايه السكند ريفيو تيست ده؟ كنت بتقول لي يبقى الواي دبل داش عند النقط دي الكريتيكال لو كانت الواي دبل داش اكبر من زيرو عندها اذا دي بتمثل ايه؟ ولو كانت الواي دبل داش لس زي زيرو يبقى لوكال اكس. مش ده احنا عملناه في وان فاليو لو الواي دبل اكس بس ده اللي احنا هنعمله برضه في تو فاليوز. لو خدنا فانكشن في تو فاليوز يبقى الواي فانكشن في الزد ايكوال اف اوف اكس وواي بدل ما بقول ان الواي ايكوال اف اوف اكس هخليها زد ايكوال اف اوف اكس وواي. بص الشكل بتاعها ممكن يبقى رفع حلوة يا عم نجاح الطلاب جدا صح. وايه برضه اللي هو كان ماكسيموم تمام. اي انا مش مشكله عندي شكل الصفحه ايه المهم ان انا عندي فيه صفحه اسمه ايه اسمه زد فانكشن اوف اكس وواي واحد انستيشنري بوينت اجيب ازاي الكريتيكال او الستيشنري بوينتس بتاعتي هنا نفس الكلام اللي قلته هنا. انا الواي بتثبت عند النقط دي هنا لو ده في الفراغ يبقى هنا اجيب ازاي النقطه دي ايه اللي بيحصل عندها مين اللي بيثبت؟ في الحاله دي الزد ايكوال كونستانت انت لما تيجي تطلع الزد عماله تتغير صح؟ بتزيد اهي وبعدين عماله هتنزل عشان تغير من بوزيتيف لنيجاتيف او تمشي كده وبعدين تنزل كده هيحصل ايه؟ لازم تثبت لحظيا يبقى بعد كده الزد ايكوال كونستانت يبقى اقدر اجيبها منين الزد ايكوال كونستانت؟ زد داش ايكوال زيرو زي ما قلت لي هنا اف داش زيرو يبقى ايه هنا؟ زد داش زد ايه؟ داش زد داش زد داش انا بشتغل على وان فايف ولا عشان اسمها داش ولا انا بشتغل ما بعرفش على الديريفيتيفز يبقى الزد اكس بتساوي زيرو وكمان الزد واي ايكوال زيرو دي مجموعات الاستشاري بايس. عايز احسب بعد كده النقط دي اللي انا جبتها خلاص من هنا طلعت شويه نقط هما ايه؟ ماكسيموم ولا مينيموم؟ بالسكند ريفيتيف تيست. سكند ريفيتيف تيست معناه ان انت عايز تجيب مين؟ عايز تجيب بقى زد اكس اكس زد ولا زد واي واي ولا زد شمال ولا زد اكس واي كله شمال صح؟ الناس بتوع الرياضه بقى جابوا لي يعني احنا في كتير الادوات كده قال ما بنحسب حاجه اسمها دي الدي ده هو عباره عن محدد ديترمنت اللي بيهمني السكند ريفيتيف اللي انا عايزه زد اكس اكس زد اكس واي زد واي اكس زد واي واي. طب وبعدين؟ وبعدين احسب المحدد برضه وبعدين وبعدين قيم المحدد دي حاجه من اتنين يا هتطلع اقل من زيرو يا اكبر من زيرو لو طلعت اقل من زيرو يبقى دي سادة بوينت خلاص سادة بوينت يعني النقطه دي ماكسيمم ومينيمم في وقت واحد فلو طلعت اكبر حسب الزد
لو الزد اكس اكس اكبر من الزيرو زي دي بالظبط اكبر يبقى دي لوكال مينيمم، ولو كانت اقل يبقى دي لوكال ماكسيمم. اولا لو بتساوي زيرو، لو دي صفر مش دي مش نورمال. ايه حكايه السادي بوينت دي؟ انا مش عايز يعني انا عايز الناس تقول بس انها سادي بوينت خلاص؟ انت مش مصدق ان في نقطه بتبقى ماكسيمم مينيمم مع بعض؟ ايه؟ بتكتب ليه ستارت بوينت؟ ما بقولهاش لما كنت بتطلع لي انفليكشن بوينت كنت بتاخدها تعمل ايه؟ ولا حاجه. تقول لي دي انفليكشن بوينت خلاص. انفليكشن بوينت دي على البنات؟ لا ما اعرف. انفليكشن بوينت دي على البنات؟ لا لا انا في البيت حلوه البدله دي هديك النهارده مثال بسيط قوي لو ده صريحه عندي وبعدين
اكزامبل ورا اول النهايات العظمى والصغرى للثلاثه اول اكسترين فاليوز اكس ماينس 4 ماينس 6 هنجيب زد زد اكس وزد دي بسيطه جدا اول حاجه هتقول لي ستيشنري بوينتس زد اكس كام زد اكس هنا 6 اكس سكوير ناقص 2 اكس ماينس واي الكلام ده ايكوالز طب زد واي 2 اكس ناقص 2 هيساوي دي ما فيهاش حاجه خالص هنساوي ايه 2 السالب راح مع السالب اللي بره اكس ناقص واي ناقص 6 ايكوال 0 طيب معنى كده يتحل زي ما هو هعوض عن ال 2 اكس ماينس هعوض عن ال 2 ما احنا ممكن ناخد الكوس ده نجيب قيمه الكوس اللي هو اكس ماينس واي اجمع اجمع بقت 6 اكس سكوير ناقص 6 0 يعني اكس كام؟ 1 ببلس ده اكس سكوير 1 يبقى يا واحد يا ناقص واحد كل النقط اللي تحت يبقى يا اما اكس بواحد ولا ايه؟ بيجي طيب عندي الاكس بواحد يبقى الواي كام؟ خد بقى اي معادله فيهم خد اي معادله من هنا دي حط فيها الاكس كام؟ بواحد هتطلع الواي وتطلع بنيجاتيف 2 تحسين في مشكله فيه؟ باخد الزد اكس تاني 0 والزد واي 0 اللي هي تقابل عندي في الفاريبل كانت اف داش خلاص طلعت منها احداثي الاكس بس هاجي اعوض واحد تحت فيهم عند اكس 1 طلعت الواي بسالب 2 وبعدين الثانيه هحطها بسالب 4 لقيتها بس يبقى الواي الثانيه عند اكس ماينس 1 بنيجاتيف 2 تمام يبقى مين البوينتس اللي هي الستيشن بوينتس بتاعتي بقى مين؟ يبقى اذا البي 1 بكام؟ والبي 2 بكام؟ كام البي 1؟ واحد ونيجاتيف 2 صح اللي انا بقوله كده؟ والزد النقطة في الفراغ مش في الفراغ يبقى الزد بكام؟ حط بقى فوق هنا واحد مختلف اثنين هتطلع لك الزد بفرق من الصح من معادلة الصح اللي فوق ثلاث نقط والبوينت الثانية هتطلع سالب واحد وسالب اربعه دول و13 تمام كده؟ خلاص التو بوينتس فيهم اي سؤال بس اللي موجود في اي مشكله فيهم؟ ده طب ده التفاضل يا جماعه مش عارف التكامل خلاص زد اكس 0 زد واي 0 طلعت التو بوينتس اللي عندي عايز بقى اجيب النقطه الاولى دي اللي احداثياتها واحد وسالب اثنين وخمسه دي بتمثل ايه؟ سالب بوينت ولا ماكسيمم ولا مينيمم؟ نجيب الديتيل اعمل ايه بقى؟ هحسب المشتقة الثانية باستخدام اعتبار المشتقة الثانية. هحسب مين؟ الديترمنت اللي اسمه دي. يبقى عايز احسب الزد اكس اكس الأول وبعدين هحسب الزد اكس واي والزد واي واي وواي اكس ويبقى مين هو دي؟ 1 1 يبقى عند النقطة الأولى خلاص؟ الدي هتكون بكام؟ مين الزد اكس اكس؟ 12 اكس ماينس 2 يعني ومين الزد اكس واي؟ اهي اللي مش عارفه ايه؟ لا مش عارفه 12 اكس سالب 2 ماينس 2 سالب 2 خلاص؟ لا 2 2 2 انا قلت ماينس 2 طيب الثانيه بقى اسمها ايه؟ زد اكس واي زد اكس واي بكام؟ 2 نيجاتيف 2 كام؟ 2 2 بس طب الزد واي اكس بكام؟ باتنين الداله يا جماعه اتفقنا لو كونتينيوس فانكشن صح؟ مباراه متصله اذا ايه؟ زد اكس واي هي زد واي اكس تمام؟ ما هي اتنين طب والزد واي واي؟ نيجاتيف 2 من هنا الواي تبقى نيجاتيف 2 الكلام ده هيساوي كام؟ سالب 24 اكس زائد ال 4 مقاس 3 طب ما انا هقعد بالنقطة على طول عند البوينت الأولى الدي 1
مدى انا سايب الكاميرا هنا ده كله اكس واي مدى سالب 24 في 1 يبقى نجم صح يبقى ايه لو نجم تبقى ايه صدر يبقى دي 1 النقطه الاولى صدر 1 طيب دي 2 دي 2 لما تقول الاكس نيجاتيف ولا عندي ماينس 24 يبقى ايه طب الزد اكس اكس بكام عند البوينت الاولى؟ عند البوينت الثانية مين الزد اكس اكس؟ مين الزد اكس اكس؟ تبقى موجب اهي اقل من زيرو اقل من ايه؟ تبقى ايه؟ ماكسيموم لا 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 ما بص يا جماعه لو هي طلعت ماكسيمم او مينيمم لازم تقولي بقى الماكسيمم فاليو كام خلاص والبوينت نفسها عشان يعني انت مش هتفكرها في الحل ده بس عشان تقولي ان في بوينت ما ينفعش تقولي واحد وفاليو 2 وتقفل معناها ان انت شغال في تو فاليوز وان فاليو مستحيل اكس بتاعت البوينت 1 لا انا هفضل احسب لي النقط يعني احسب لي النقط كامله اكس وواي وزد وبعدين خد النقط دي وبرضه لما تطلع الحل نفسه لازم تحسب عند النقطه دي الزد بكام بتاعتها تمام يبقى مين الماكسيمم فاليو بتاع زد؟ 13 اي سؤال في دي؟ طيب في لسه اكزامبل تاني كده عند الميه بس حصل انتوا تعبتوا